مصر 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 كل خان وحوش والله. شفت بقى يا باشا الخير على قدوم الوردين اهو. خلاص يا اخويا بقى وشكم انتوا بالذات على مصر هو اللي خلاها تكسب البطوله. لا طبعا يا باشا احمد حسن وطارق مصطفى. خلاص خلصنا كل واحد ياخد مكانه. وانتوا كمان خلصوني هتعملوا ايه؟ ولا زنزانه عجبتكم اجدد لكم اقامه وابعتكم النيابه بكره الصبح؟ لا يا باشا اخد حق واسامح. وانت وانا كمان مسامح يا باشا بس احنا عايزين نثبت قدام سعادتك انه استلم فلوسه بالكامل. واحنا الورق جاهز. تعال هند انا اخري اهو وخد فلوسك بس امضي قدام سعادتك باشا. فلوسك تمام يا ريعو؟ تمام يا باشا. امضي. يلا اتفضلوا. عايز اشوف وشكوا هنا تاني. لو وقعت تحت ايدي تاني من فوق. فطنت يا خالد. وانت رايح فين؟ اروح اصالح الواد علي عشان كنت موعد اخده لولا حصل اللي حصل. طب انت مش عايز ايوتا حاجه؟ ربنا يخليك يا خالد. مش عايز فلوس؟ كامل رجع. حصل فطنه يا خالد والنبي الله يرضى عليك. حاضر يا حبيب خالد. حسب كده. مداني. والله والله لما اتفرجت على الماتش عشان خلص لك التقرير ده. ايه مفيش يعني مبروك على البطوله؟ ايه يا عم داني انا عارف ان انت بتقماش. دي رياضه يا عم داني ورياضه اخلاق. شو الكلام الأهبل هذا؟ أهبل؟ أكيد أهبل. مش هاي النوعية من الناس اللي لازم نجندها. طب وبقية الأسامي اللي في مصر دي نافعة يعني؟ ولا أنتوا ليكوا رجالتكوا في مصر؟ مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا استاذ عثمان. معلش انا اسف يعني ان انا جيت من غير ميعاد. ممكن اشوف علي؟ ابنك نايم من بدري. بدري كده؟ الساعة لسه ما جاتش 8. اصل نام مقهور من العياط. اصل كان متعشم في حد والحد ده طلع اصغر من عشمه. لا ومش بس كده، ده كمان كسفه قدام زمايله وفراشين المدرسة وخلاه لا قيمة ولا لازمة. لو كمان وفهموا ان ابوه بيحبه. مفيش داعي للكلام ده يا مدام حياة. مفيش داعي للكلام من اصله يا استاذ عمر. والله انت عارفه ما يمنعنيش عن ابني غير الشديد الاول. ما تتحججش. ما تروحش تعشم الولد بحاجه وانت ولا مالي ايدك من ظروفك ولا عامل حسابك للشديد.
الشديد القوي. ما تزعلش يا علي يا حبيبي، حقك عليا انا. اللي بيخاف على حد وبيحبه يا علي ما يسيبوش في الشارع ابدا لوحده، خصوصا يا حبيبي لو هو صغير زيك كده. عارف ده لو كان بيحبك كان ساب الدنيا كلها وجالك. انا ولا بابا عثمان عمرنا عملنا معاك كده قبل كده؟ حياة ما ينفعش كده. والله ليك وحشه يا كامله يا ابن اخويا. الله يكرمك يا عمي. 7 سنين من غير كده لا حس ولا خبر. مشاغل بقى مرات عمي. تلاقيك عملت خميرة حلوة قوي يا ابن عمي. يا ريت يا ريت يا عمي، والله يا ريت. خميس وجمعة والله العظيم يا عمي اخد اجازة مرضي عشان اتعالج في ال5 ايام التانيين. يا حرام، الناس فاكرة الغربة دي لم فلوس وخلاص. الغربة دي تعب وشقة وزفت. الله ينور عليك يا خال، قول لهم بس مين يقول ومين يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحشتني يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أم. إيه اللي حصل؟ إزيك يا عمي؟ إزيك يا عمر؟ وحشتني يا حبيبي. والله زمان، الواحد قرب ينسى شكلكم والله. طول عمرك كده يا عمر، لسانك ده كله لماط. إحنا حالتنا غيرها. أمال مين العروسة؟ أنا عطيات. يسلم كلامك يا عمر. فعلاً عروسة، عروسة وزي القمر. إزيك يا عمي؟ وحشني يا عمر يا ابن أخويا. إزيك يا أبو لطيف؟ عاطف. ازيك يا عاطف برضو؟ امال فين فاطمه؟ انت تعمل لي قهوه. نشرب كده شربات فرحك الوش. لا شرباتها ايه بقى يا عمي؟ مش لما نفرح بعطيات وسيد الاول؟ عاطف يا سيدي. انما طومه؟ لا طومه دي الغاليه، مش اي حد ياخدها. عريسها لسه ما اتخلقش. الله، امال فين دبلتك يا فاطمه؟ هي مش كانت مخطوبة؟ اهدي شوية. على فكرة يا عمر، كلموك في التليفون من الشركة وقلت لهم ان انت في الاسم. ايه؟ اسم؟ اسميك يا فلا الشار؟ هي الحكاية؟ ومحدش بلغني ليه؟ هي العيلة دي مالهاش كبير ولا ايه؟ لاحظ انك بتخبط فيا يا حاج، ها؟ وده عيب مش كويس. برضه ما يصحش كده يا ياسر ابراهيم. ما يصحش ابن اخويا الغالي يكون في الاسم وانا لا مؤاخذة يعني آخر من يعلم. يرضيك يا عمر؟